إذن اليوم هذه الوقفة كانت كتخليد للذكرى الأليمة الثالثة للشهيد عبد الله حجري رحمة الله عليه، بحيث اليوم الأسد الذين فرض عليهم التعاقد عبر جميع ربوع الوطن يجسدون أشكال نضالية في مختلف الجهات ومختلف الأقاليم تجسيدا للذكرى الثالثة للشهيد عبد الله حجري رحمة الله عليه، وفاء منا كأساتذة وأستاذات وأطردام فرض عليهم وعلينا التعاقد لروح هذا الشهيد الغالي الذي ضحى بحياته دفاعا عن حق ابناء وبنات الشعب المغربي في وظيفه عموميه قاره. كذلك مواصله منا لمعركتنا العادله والمشروعه والمتمثله في المطالبه بادماج في اسلاك الوظيفه العموميه واسقاط التعاقد، بحيث اليوم تقريبا 5 إلى 6 مواسم دراسيه ولا زال هذا الملف يراوح مكانه، ووزاره التربيه الوطنيه عوض ان تجد الحل لهذا الملف فهي تلجا الى سياسه الاذن الصماء والهروب الى الامام. هذا الشكل النضالي كذلك الذي كان من المتوقع أن يتحول إلى مسيرة احتجاجية في اتجاه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع أسفي نظرا لما يعاني الأسد هنالك من مشاكل، لكن مع كامل الأسف تم منع المسيرة، وبالتالي كانت سوف تكون المسيرة كما قلت تضامنا مع الأساتذة الذين يعانون بالمركز على مستوى مدينة أسفي بالضبط شعبة الرياضيات فوج 2022. لماذا؟ لأن هؤلاء الأساتذة والأستاذات يعانون من مجموعة من التضييقات داخل المركز شعبة الرياضيات، أبرز هذه التضييقات هو تهديدهم بالترصيب من طرف مكونين اثنين بهذا المركز، مما يجعلنا أمام مشكل يعاد له أن يتكرر، وهو ما وقع الموسم التكويني الماضي عندما تم ترصيب 4 أساتذة وأستاذات ظلما وعدوانا. اليوم هؤلاء المكونين الذين تسببوا في هذا الأمر يؤكدون أنهم متلبسون في هذا الأمر، وعلى أنهم فعلا جريمتهم ثابتة في حق الأساتذة 4 الذين تم ترصيبهم الموسم الماضي، لأنهم اليوم يهددون الأساتذة فوج 2022 بالترصيب كما وقع لأربع أساتذة الموسم الماضي. أمام هذا التهديد بالترصيب اختار الأساتذة أن يحتجوا بداية عبر إخبار الإدارة بما يتعرضون له، لكن الإدارة لم تحرك ساكنا. بعد ذلك سوف يقاطع الأساتذة التكوين المبرمج على مستوى المركز، لم تحرك الإدارة ساكنا، ليصعدوا ويعملوا على مقاطعة امتحانات التصديق على المجزوئات. إلا أن الإدارة عوض أن تنصفهم وأن تنصت لهمومهم قامت اليوم بالتواطؤ ضد الأساتذة والأستاذات، ويتم العمل كذلك على تهديدهم حتى من طرف الإدارة، وهنالك أدلة على هذه الأمور بحيث أن الأسد يهددون بشكل صريح. أكثر من ذلك ما قبل أمس أتى مجموعة من الأساتذة والأستاذات ويقول لهم بصريح العبارة نحن نقوم بالضغط عليكم من أجل أن يتنازلوا عن معركتهم من أجل تغيير هؤلاء المكونين الذين يمارسون شتى أنواع السادية على هؤلاء الأساتذة المتدربين. وبالتالي اليوم على وزارة التربية الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها وأن توفد لجنة لتقصي الحقائق على مستوى المركز للبت في هذه الخروقات وترتيب الجزاءات في حق من يقومون بترهيب الأساتذة والأستاذ وتهديدهم. فالأساتذة والأستاذ عوض أن يتم تكوينهم كما تدعي وزارة التربية الوطنية ويكون تكوين ذو جودة عالية إلى غير ذلك من الخطابات الرنانة، اليوم الأساتذة وجدوا أنفسهم يهددون لا لشيء إلا لأن هؤلاء المكونين يمارسون عليهم شتى أنواع السادية. وبالتالي على وزارة التربية الوطنية أن تتدخل في أقرب وقت ممكن قبل تفاقم الوضع. إذن قلت هذا هو السياق التي أتى فيه هذا الشكل النضالي اللي هو أساسا تخليدا للذكرى الثالثة لشهيدنا الغالي البطل عبد الله حجري رحمة الله عليه، وكان سوف يكون لك تفاعل كذلك حتى مع ما يقع في المركز من خلال المسيرة، إلا أنها منعت. هذا كان مختلف الأمور التي يمكن أن نحيط بها الرأي العام الوطني علما في هذه اللحظة.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.